السلام عليكم متتبعات قناة ألوان تيمان، مرحبا بكم في القناة. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال كما العادة. دائما البنات شكرا على اللايكات والتعليقات، شكرا على المشاهدة والتفاعل في القناة، شكرا بزاف. اليوم غنشارك معكم واحد الدريس زوين البنات بزاف وساهل وبسيط. غنخدمو بالخيط المبروم دائما على خمسة الشعرات، ونزينو بالكريستال. غنحتاجو الخيط المبرود على خمسة الشعرات، ونخدم بالكروشي نمرة 12060 والعقيق كريستال الرقم 2 رقم 2، والخيط باش نثبت والبرا باش نثبت العقيقات. غنبداو بسم الله. هنا البنات جيت لول السطر، هنا غنثبت الخيط. اما بالنسبه للحبيك، انا الحبيك كندير 2 سلسله غرزة حشو، غرزة حشو سلسلتان ثم غرزة حشو. هذا الحبيك ماشي بحال ديك الدروس اللي خدمت معكم، كندير غير سلسله واحده، هذا 2 سلسله غرزة حشو، 2 سلسله غرزة حشو حتى نكمل السطر. دابا غنرجعوا هنايا غنثبتوا هذا الخيط، غندير له عقده، غندخل في هذه الفتحه، كنجبد الخيط ثم كنعقد العقده الاولى. ثم العقدة الثانية، ثم غنجي ندخل في هاد الفتحة الأولى، نخدم غرزة حشو، شفت الخيط غرزة حشو، ثم كنرتفع أربع سلسلة، سلسلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم نلف على الكروشيه، كنفوت واحد الفتحة، كنجي الفتحة الموالية، كنخدم عمود. ثم كنرتفع سلسلتان، كنرجع للفتحة كنعمرها بستة أعمدة. هنا كنعمرو بستة الأعمدة، العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، دائما في نفس الفتحة، ثم السادس والأخير. زائد الارتفاع باش طلعت 2 سلسلة، كيولي عندي 7 الأعمدة. ثم كنثبت في الفتحة الموالية بغرزة حشو، ثم كنرتفع 4 سلسلة، 2 3 4، كنقلب كندور العمال كنقلبو، ثم كنجي كندير لفه على الكروشيه، كنفوت الفتحه الاولى، الثانيه، الثالثه، يعني فوق العمود الثالث، العمود الاول، الثاني، الثالث، كنخدم عمود. ثم سلسلتان بهذا الشكل، ثم سلسلتان، كنجي مباشره في العمود الاخير من هنايا كنثبت كنخدم عمود بهذا الشكل، كيجي على هذا الشكل 2 هاد الافتتاحات. ثم دابا غنرتفع 4 سلسله، 3 4، ندور العمل، ثم نلف على الكروشي وكنجي فوق داك العمود كنخدم عمود، فوق هذا العمود غنخدم عمود، ثم سلسلتان، ثم نجي هنايا فين خدمت 4 سلاسل غنخدم في السلسلة الثانية، هنايا في السلسلة الثانية في الوسط ديال هاد 4 سلاسل باش طلعت كنخدم عمود. نمشي ديال الخيط غنعاود، دائما كندخل في السلسلة الثانية نخدم عمود، كيولي عندي 4 المربعات فوق هاد المتكية. ثم لفه بالكروشيه، لفه على الكروشيه، ثم كنفوت القياس ديال هذاك الارتفاع، ثم كنخدم عمود. دابا غنرتفع 2 سلسله، كنرجع للفتحه غنعمرها بستة الاعمده، زائد الارتفاع كيوليو 7 الاعمده. دابا العمود الاول، الثاني، الثالث،
الرابع، العمود الخامس، ثم العمود السادس، ثم نجي على التوب على الحبيك. كنخدم كنثبت بغرزة حشو في الارتفاع دائما. هنا غنرتفعوا كما كتلاحظوا هنايا، هذا هو الشكل ديال الطريز. دابا غنبداو نرتفع باربعه سلاسل، اربع سلاسل، اربعه. كنقلب العمال، غندور العمال وكندير لفه على الكروشي وكنجي لفوق العمود الثالث، الاول لا الثاني لا، يعني في العمود الثالث في الفتحه الثالثه كنخدم عمود، ثم سلسلتان، ثم لفه على الكروشي وكنخدم في العمود الاخير من هنايا في هذه المتكيه، عمود كتولي عندي جوج فتحات، ثم غنرتفع دابا اربع سلاسل، ثم نقلب العمال، غنرجع لفه على الكروشي ونخدم فوق هاد العمود، عمود كنخدم عمود فوق عمود، ثم سلسلتان، كنجي لهنا لهاد اربع سلاسل، كندخل للسلسله الثانيه في الوسط ديال هاد السلاسل باش نخدم عمود. هاد الطريقه غير بشويه حتى نقدو الامور كيف ليا الخيط. كندخل في السلسله الثانيه وكنخدم عمود، كيولي عندي هاد الشكل اربع مربعات كما كتلاحظوا الشكل ديال الطريز، ثم لفه على الكروشي وكنجي القياس ديال هذاك الارتفاع اللي كان عاد كنثبت على الحبيك بعمود باش يجيوني ما يعني مقادين في الاسباسات. خاصني نكون القياس ديال الارتفاع، القياس ديال الارتفاع هو اللي كان عليه كنثبت على الحبيك كنخدم عليه عمود. دابا غنبدا في الدرس الثالث، دابا غنرتفع عاوتاني جوج سلاسل ونعمر هاد الفتحه بستة الاعمده عاوتاني باش نخدم عاود عاد المربعات بهذه الطريقه حتى نكمل السطر كامل ونرجع معكم. هاني خدمت البنات حتى وصلت لنهايه السطر، هنا غنخدم هاد الطريقه يعني بعد ما خدمت هاد المربعات الاربعه كما كتلاحظوا هذا الضريس الاخير في هاد السطر كنرتفع ثلاثة سلسله، ثم كنجي على الحبيك وكنثبت، ما كنخدمش عمود هنا، كنثبت بثلاثه كنخدم ثلاثه السلاسل ثم كنثبت بغرزه حشو. هذا هو يعني باش كنسدو هذا السطر بهذه الطريقه باش تجيكم الخدمه مقاده ونقيه. دابا غنرجع للسطر من الاول وغنبدا معكم السطر كيفاش غنخدم. هنا غنجي غنثبت الخيط، انا عقدت البنات باش نربحوا الوقت شويه كما كتلاحظوا، ثم كندخل لهاد الفتحه كنخدم غرزه حشو، ثم كنجي لهاد الفتحه غنعمرها بثلاثه غرز حشو. هاد الفتحه قلت لكم هنا غنعمرها بثلاثه غرز حشو، اولى ثانيه ثم ثالثه، يعني ثلاثه الغرز حشو، ثم نجي لهاد العمود غنعمره هو بغرزتين جوج غرز حشو مشى ليا الخيط. غنعاود المهم هاد الفتحه غنعمرها بثلاثه غرز حشو، ثم هاد العمود غنعمرو بجوج اثنان غرز حشو ثانيه، ثم غندوزو لهاد المربعات، المربع الاولى حتى هي غنعمرها بجوج غرز حشو ثانيه، ثم غنجي لهنا هنا فين غيكون الراس ديال الضريس هاد الفتحه غنعمرها غنخدم غرزة حشو الاولى، ثم كنرتفع اربع سلاسل اربع سلاسل وكنرجع للفتحه وكنثبت بغرزة حشو، ثم نرتفع عاوتاني اربع سلاسل ونرجع للفتحه ونثبت بغرزة حشو، ثم كنرتفع المره الثالثه اربع سلاسل ونرجعوا الفتحه ونثبتوا بغرزه حشو.
ثم كنرتفع بهذا الشكل، ثم دابا غنرتفع المرة الرابعة 4 سلاسل، كنرجعو للفتحة كنثبتو بغرزة حشو، كنعمر بهذه الطريقة هذه المربعة. غنجي المربعة الثالثة كنعمرها، غنخدم فيها غرزة حشو الأولى والثانية، يعني غرزتين حشو الأولى والثانية، ثم غندوز الشكل، ثم غنجي للضريس الثاني هنا في هذا المتكي، العمود الأول في هذا المتكي غنخدم عليه جوج غرز حشو الأولى، غندخل الخيط الكروشي الأولى الثانية، ثم غنجي للمربع الأولى غرزتين حشو الأولى الثانية، ثم هنا رأس ديال هاد الضريس غنخدم فيه عاوتاني الطريقة اللي خدمت في الدرس الأول، يعني كنرتفع 4 سلسلة وكنرجع للفتحة غرزة حشو، ثم كنرتفع عاوتاني 4 سلسلة، شاري الخيط كنرتفع 4 سلسلة وكنرجع للفتحة كنخدم غرزة حشو الثانية، ثم كنرتفع 4 سلسلة كنجبد هنايا باش يتقاد ليا 2 3 4، كنرجع للفتحة غرزة حشو الثالثة، ثم دابا غنرتفع 4 سلسلة، ثم كنرجع للفتحة كنثبت بغرزة حشو الرابعة والأخيرة في هذه الفتحة، كيجي على هذا الشكل، ثم كنجي على هاد المربعة كنخدم فيها 2 غرز حشو، يعني خدمت معكم 2 دروسة، يعني الطريقة باينة وواضحة البنات. بهاد الطريقة غنكمل السطر كامل ونرجع معكم. حتى هو الشكل ديال هاد الضريس بعد ما كملت البنات، جا زوين بزاف بهاد الطريقة، يعني حتى الخدمة ديالو ساهلة ودغيا كيطلع. دابا غنخدم معكم طريقة كيفاش غنثبت العقيقات. غنجي لهنا لهاد الفتحة الأولى، هنا غنثبت الخيط، ثم كناخدو عقيقة ثم كنفوت كندخل في هاد العمود، كنجي للفتحة الثانية بهذا الشكل، كندخل العقيقة ثم كندخل في هاد الجهة، بهذا الشكل، ثم كنجي على هاد الفتحة الثانية الثالثة، ثم كناخدو عقيقة ثم كندخلو في هاد العمود، نجيو المربعة الرابعة، 4 المربعات غنعمرهم بلا هاد العقيقات، هذا الرقم 2 البنات، العقيق رقم 2، ثم كندخل في هاد العمود، ثم كندخل في هاد المتكية، كنجي على الضرس الثاني باش الخيط باش يجي مقادين على هاد الشكل. دابا غنبدا عاوتاني من هاد المربعة الثانية الثالثة الرابعة بالعقيق حتى نكمل السطر كامل، وجا زوين البنات على هاد الشكل، نكمل ونرجع. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الضريس بالعقيق، جا على هاد الشكل البنات، جا غزال تبارك الله ما شاء الله، يعني يصلح كمام ديال الجلابة ولا شي قفطان، كيجي رائع البنات. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، متخلوش علينا باللايكات والكومنتير والتفاعل على القناة، خليتكم على خير وإلى اللقاء.